أما أنت صاحبي من عشرتي، من عشرتي شبعت وارتضيت. احنا النهارده معانا النجم محمود الليسي في خيمة رمضان في كونرات. كنت عايز ابارك لك على المسلسل الجديد. ربنا يخليك. الحمد لله رب العالمين. شكرا، وشكرا لقناة تتفرج، وشكرا لحضرتك طبعا والاعداد. عايز اعرف بقى، كلمني عن دورك في المسلسل الجديد. احنا دايما متعودين على محمود الليسي دايما بيبقى في الافلام بس، فقول لي انت خدت الموضوع ازاي او فكرت فيه ازاي ان انت تطلع في المسلسل؟ هو طبعا كانت اول مره ان انا اطلع في مسلسل تجربه يعني، بس كان جميل الحمد لله رب العالمين. الاستاذ اسماعيل فاروق المخرج هو والاستاذ معتز غراب المنتج جم طبعا وقالوا لي على الموضوع بتاع الكلام من ده ولازم تيجي حضرتك معانا. قلت له انا خدامك عم اسماعيل واروح يلا كسر الدنيا، والحمد لله ربنا كرمنا يعني، والحمد لله نال اعجاب الناس. اهم حاجه دي يعني، ما بحبش اتمنى يعني ان انا اخطي خطوه ما تبقاش ناجحه، بزعل. التجربه كانت حلوه؟ اه جميله. اول مره هي متعبه، اه الفيديو متعب عن السينما، بس حلو برضو. اه طبعا. ايه جديد محمود الليسي؟ ان شاء الله باذن الله ننزل شريط ورمضان خلص يعني، بس العيد بقى ان شاء الله. هو احنا فيلم عيد كبير مش عيد صغير ان شاء الله. ايه الفيلم؟ انا لسه ما بس اه خليها مفاجاه يعني ان شاء الله. بس هتوعدني ان نتفرج؟ اه اتفرج، اكون اول ناس يعرفوا ان شاء الله والله. والالبوم الجديد هيبقى امتى؟ ان شاء الله باذن الله عيد صغير باذن الله هنزله. اه اسمه المجنون. اسمه ايه؟ المجنون. جديد على الليسي. مجنون. اه بالنسبة بقى الخيام ورمضان بيبقى مع محمود الليسي عامل ازاي؟ يا احلى ايام، الواحد مستناه من سنة لسنة. خلي بالك ان الجمهور ده اللي هو بتاع الخيام ده جمهور اللي هو ما بيعرفش يتعتر بك في الفرح، ما بيعرفش يتصور معاك، ما بيعرفش. فدي فرصة ان احنا نتقابل مع بعض ونبقى قريبين يعني الحمد لله. اه طبعا طبعا طبعا. قول لي بقى حاجة لعيد الفطر على الفرح، او غني لي اغنية. رمضان جانا وفرحنا ابو بعد غياب، وبقالوا زمان غنوا قولوا شهر وطوله غنوا قولوا اهلا رمضان. رمضان ما اتفرج احلى رمضان. من والهوى لو يجوا على الصاحب، اما انت يا صاحبي من عشرتي شبعت وارتضيت، ليه ما قلتليش وقت انا ادور لي على الصاحب.